الانصهار حن ما يخزيك. انا اسمي ملاك. ملاك. انا اسمي أبي. فهد اسمي. انا بس انتو تحبوني. بدي منكم لو تحبوني. مين قال انه ذوي الاحتياجات الخاصه ما لهم حق علينا؟ ومين قال انه مش حقهم يحلموا ونساعدهم تيحققوا احلامهم؟ عيش لبنان عم يشتغل لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم الفرصة للاندماج بالمجتمع عبر تأمين المعدات الطبية اللازمة لعلاجهم ودعم المراكز اللي بتأمل لهم احتياجاتهم. هيدا عدا عن الدعم يلي بيقدمه عيش لبنان لمراكز الطبية الصحية الأولية لتوفير خدمة طبية أفضل لكل اللبنانيين. أيامنا ما كانش في عالم ولا أهلي علموني ولا زوجي كمان. قد ما كل واحد مدخوله ما بكفيش عياله. زوج معاشه ما بيغري إنه تعلم أولاده بالجامعات وتأسس لهم عيش منيحة. يعني أجمل حلم عند الأم أو الباقي إنه يشوفوا ابنهم عم يتخرج من الجامعة أو بنتهم. بحلم لهم ما يعيشوش يعيشوا مريحة أكثر ما عشنا نحنا. مش مين ما كان في يطبخ. نعمل كل شيء، بنعمل التين، بنعمل العنب، المجففات، بنعمل الكرز، بنعمل اللقطين، بنعمل البصفير. الموظفات ما عندهم وقت يعملوا الأكل والمربيات لأولادهم. منساعدها لأنه هي ما فيش مجال تعمل المون اللي نحن بنعملها. لأنه إيد وحدة ما بتزقف، دخول المرأة معترك الحياة وخاصة سوق العمل لدعم زوجها صار أمر ضروري، وخصوصاً بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. مبادرة عيش لبنان بتساعد على تمكين المجتمعات المحلية وتحسين مستوى المعيشة لأبنائها عبر دعم القطاعات الإنتاجية بمختلف المناطق وبشكل متساوي لمستقبل مزدهر. حقي وحق كل شخص، كل شخص ببلدنا وغير بلدنا توصلوا لهم. نحن هون بالضيعة كان بتذكر من نحن وصغار كان عندنا مشكلة المي. كل نقلة مي 18,000 20,000. الواحد ما في مثلا ياخذ حريته، إذا بده يتحمم بده ينطر. بعض الأحياء ما كانت توصلها أبدا مي اللي عندها موجود الشبكة. بعض الأحياء اللي كانت توصلها المياه الملوثة. كنت تتأثر بموضوع إنه سلبي على الصحة مثل إسهال، وجع كلى، شيء طفح جلدي. يعني هيدي حق الشرعي لأنه الواحد الإنسان ما بيعيش بلا مي، ما بيعيش. لبنان غني بالموارد الطبيعية لكن الاستفادة منها ضئيلة. عيش لبنان عم بيساعد المجتمعات المحلية للاستفادة من الموارد الطبيعية لتأمين حياة أفضل للمواطنين عبر مبادرة عيش لبنان. أنت كمان فيك تكون شريك بالتنمية المستدامة. هدفنا أنه نشوف لبنان أكثر خضاراً وموارده محفوظة للأجيال القادمة. لاعبي المفضل ميسي. رونالدو. رونالدينيو. بحب كون مشهور وبيصير في عندي معجبات كتير ومعجبين. بحب يكون عندي سيارة حلوة ومرة حلوة. المنتخب اللبناني. أكيد بحب إنه ألعب مع الفريق اللبناني. لاعبين فريق لبنان أكيد أشطر مني وعندهم خبرة أكتر مني، بس بكرة بس أكبر بعد شي كم سنة بصير عندي خبرة أكتر منهم وبصير أقوى منهم يمكن. غير لعب الفوتبول أنا بحب كمل علمي تأوصل لدكتوراه مات. أنا بحلم سير جولر عالم. عيش لبنان هو مبادرة بنفذها برنامج الأمم المتحدة الإنماء بالشراكة مع بنك بيروت والبلاد العربية وبدعم إعلامي من تلفزيون الجديد لمساعدة المناطق اللبنانية على تحسين المستوى المعيشي لأبنائها. هذه المبادرة بتسمح لكل لبناني أنه يساهم بتنمية كل المناطق اللبنانية بطريقة كتير شفافة. عيش لبنان هو أنت وأنا وكل لبناني بده يساعد بلده. عيش لبنان بالفعل.